تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما والله غفور رحيم بسم الله تبتغي مرضات أزواجك
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات عسى ربه
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله وما أدراك ما الحاقة
أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله.